أيها الأخوة والأخوات، كنا وإياكم طوال هذه الدقائق مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، المدرس بالجامعة الإسلامية والمسجد النبوي الشريف. أنسنا وإياكم طوال هذا الأسبوع المنصرم بحديثه الطيب والمبارك عن حياته وعن جهوده في العلم والدعوة. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وعمله، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. هل لكم فضل شيخ في ختام هذا اللقاء من كلمة أخيرة؟ كلمتي للأخوة المستمعين أن يحرصوا على تقوى الله عز وجل وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن تقوى الله عز وجل فيها كل خير وفيها كل صلاح وفلاح في الدنيا والآخرة. والله تعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول: من يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. فالمسلم في هذه الحياة الدنيا عليه أن يحرص على الملازمة لتقوى الله عز وجل والبعد عن المعاصي، وأن يكون مقبلا على العبادة وصابرا عليها ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة، وأن يصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأن العاقبة وخيمة. فلا بد من الصبر على طاعة الله، ولا بد من الصبر عن معاصي الله. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والتسديد. اللهم آمين. في ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا أكرر شكري وتقديري لفضل الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد على قبوله دعوة البرنامج، سائل مولى عز وجل أن يجمعنا وإياه في مناسبات مباركة أخرى. نلقاكم بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.